أهلا بكم من جديد. إلى سوريا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة على محاور ريفي حلب الغربي والشرقي. وأفاد مراسل العربي أن فصائل المعارضة السورية المسلحة شنت هجوما مباغتا على مواقع لقوات النظام في جبهات مدينة الباب شمال شرقي حلب. وبحسب بيان صادر عن الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية، فإن قوات المعارضة تمكنت من تدمير دبابة وآلية عسكرية، كما تحدث البيان عن مقتل 12 جنديا من قوات النظام. تحت مسمى معركة العزم المتوقد، شن الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية هجمات على مواقع خاضعة لسيطرة النظام السوري والميليشيات الموالية له. اشتباكات عنيفة دارت على محاور الشعالة ودلباشو وأبو زندين وكتيبة الرادار شرق مدينة الباب في ريف حلب الشرقي. وأعلن الجيش الوطني المدعوم تركيا عن مقتل وجرح عشرات من جيش النظام السوري على محور تادف الباب. الله أكبر. أردال الجيش السوري. في الوقت الذي صرح فيه المتحدث باسم قاعدة حميميم الروسية في سوريا ألكسندر إيفانوف إن القوات الجوية الروسية نفذت خلال 30 يوما الماضية أكثر من 13,000 طلعة جوية، شنت خلالها أكثر من 80,000 ضربة ضد الأهداف الإرهابية في مقاطعة إدلب شمال سوريا، تركزت 70 من الضربات على المنطقة الشرقية من المقاطعة المذكورة حسب قوله. توقف المعركة بعد ساعات من بدئها عدت وفق محللين أن المعركة كانت رسالة امتعاض واضحة وجهتها تركيا لحليفها الروسي، خاصة وأنها عقبت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التصعيدية حول إدلب والنظام السوري وروسيا. سوريا دكار جلشمة. تركيا نريد إرساء الاستقرار في سوريا، لن نتردد في القيام بكل ما يجب اتجاه ذلك بما في ذلك القوة العسكرية. هالاً. اللافت في هجمات الجيش الوطني السوري وفق مصادر للعربي أنها انطلقت من أراضي درع الفرات الخاضعة للسيطرة التركية وليست المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية هذه المرة، لتكون الرسالة الأكثر وضوحا ومفادها لا يجوز الاقتراب من المصالح التركية في سوريا حتى وإن كانت من حليف مقرب كروسيا. ومعنا هشام سكافة نائب مسؤول المكتب السياسي في لواء السلام في الجيش الوطني من غازي عنتاب. أهلا بك أستاذ هشام. حسب التقارير الواردة فإن الهجوم الذي شنه الجيش الوطني على مدينة الباب استمر 4 ساعات تم خلاله إنزال العلم الروسي. هل ستستمر هذه المعركة أم ستقف عند هذا الحد؟ أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام. طبعا نبشر أهلنا المشردين الذين ذاقوا مر التشرد في الطرقات، مئات الآلاف من المشردين الآن في الطرقات، نبشرهم بأن العملية مستمرة ولن تتوقف. الآن في بعد مغرب هذا اليوم انطلقت وحدات من الجيش الوطني باتجاه مدينة حلب وليس ريف حلب الغربي، باتجاه مدينة حلب لكسر الخطوط الأولى لمنطقة الزهراء، وتم تحرير كتلتين من الزهراء. مسجد الرسول الأعظم الآن أصبح بيد الثوار بقطاعات الجيش الوطني، وأيضا دوار جمعية المالية أيضا أصبح تحت سيطرة الثوار. نعم. والعمل مستمر، كان العمل بشقين، الشق الأول تم تنفيذه بغارة مباغتة جاءت فجرا، واستمر فعلا العمل لأكثر من حوالي 5 ساعات، ثم انطلق العمل مجددا في عمل ضخم باتجاه مدينة حلب لإرغام العدوان الروسي للتوقف، ولن نقف حتى إن شاء الله وتعالى نرى ساعة باب الفرج وعليها يرفرف. نعم. علم الثورة، علم الاستقلال. نعم. عرم سيد هشام، كما ذكرت أيضا هناك توجه إلى مدينة حلب، والجبهة الوطنية تقود مواجهات مع قوات النظام في ريف حلب، كيف يتم التنسيق بينكم وبين الجبهة الوطنية؟ من المفيد أن نعلمكم أن الجبهة الوطنية هي جزء من الجيش الوطني،
وتابعة للجيش الوطني وتعمل ضمن أركان الجيش الوطني، فنحن نقدم سوية العمل. هناك ليس هناك فقط مجرد تنسيق، هو أمر عمليات واحد يصدر من هيئة الأركان العامة التابعة للجيش الوطني، ونحن في حالة إمداد وإسناد مستمر منذ اندلاع الهجمة البربرية الروسية. استطاع الجيش الوطني والحمد لله منع العدوان الروسي رغم العدد الضخم الذي ذكره مركز حميمين من الغارات، 80,000 غارة كانت تسقط بغداد على هذه الوتيرة العالية من الغارات، ولكن استطاع قواتنا بعدم بمنع تطوير الهجوم وإيقافه. نعم، عند لكن سيد مدينة ثراقب على سكون ثراقب. لماذا اتخذ هذا القرار الآن؟ هل تم بإيعاز من الجانب التركي ومتى؟ من المجحف لقواتنا ولتضحيات جنودنا العظام جدا أمام هذه الشرسة ربطها فقط بقرار تركي أو ما شابه ذلك. نعم، الحليف التركي كان بجانبنا وكان ولا زال بجانبنا. كسر الاتفاقيات من جانب الروسي هو كان عاملا جدا كبيرا في تحرك الأرتال، ولكن العمل كان بإرادة ثورية لنصرة لأهلنا ولمشردينا ولشهدائنا. نعم، ولكن القرار ربما اتخذ بعد أعلان الرئيس التركي وتهديدات تجاه روسيا بأنها لم تلتزم باتفاق سوتشي في الخطاب الأخير. كان أحد العوامل الهامة التي لعبت دورا حاسما، نعم لا ننكر ذلك، ولكن الأهم أننا من حوالي 72 ساعة استطعنا إيقاف تطوير الهجوم، وأصبح أول أمس وأمس مجزرتين للدبابات، حوالي 13 دبابة وآلية تم تدميرهم للنظام، مجموعات كبيرة دخلت باتجاه ثراقب وتم فقدانها. هناك معارك شرسة دارت وتدور في ريف حلب الغربي، وكتل حقيقية تم تقدم النظام عليها أعيدها قبل تم استعادتها وإعادتها للثورة، قبل طبعا تصريح سيادة الرئيس رجب طيب أردوغان البارحة. أنت تؤكد أن الهدف من هذه العملية ليس فقط التخفيف عن ما يجري في إدلب، إنما الهدف الأكبر هو تحرير مزيد من الأراضي على حد قولك. نعم طبعا، نحن نضع نصب عيوننا حلب ومدينة حلب، لن نترك حلب بيد الإيراني ينفرد فيها. طبعا النظام سقط منذ حوالي 2014 سقط، لم يعد لدينا نظام، من يتحكم بالنظام على الأرض وبكل القرارات هو الروس والإيرانيين، ونحن نعلم أن حلب تحت إذا من بين الأهداف المباشر استعادة مدينة حلب كما قلت سيد هشام. شكرا جزيلا لك هشام سكيف، نائب مسؤول المكتب السياسي في لواء السلام في الجيش الوطني من غازي عنتاب.